السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من شارع طارق بن زياد. ومن شارع طارق بن زياد غادي نمشيو معكم مباشرة للشيقة. عملية تحرير الملك العمومي متواصلة بمدينة تمارة، وكنشوفوا تغييرات كبيرة وكبيرة بزاف. اشنو غادي يكون في المسيرة جوج؟ اشنو غادي يكون في المسيرة جوج؟ واش كاين إمكانية ديال أن الودايا ياخذوا في المسيرة جوج ولا في تمارة ولا في بلاصة أخرى؟ بحكم أن كنشوفوا مجموعة من النقاط، مجموعة من الأراضي خوات في مدينة تمارة. خليكم معايا نكتشفوا أشنو كاين وأشنو وقع بالضبط. كما كتشوفوا هنا المسيرة جوج هذي غتخرجنا في شيقة مباشرة، ومورا الشيقة عندنا النقطة اللي كان فيها دوار الصاد، وقبل من دوار الصاد على اليمين عندنا واحد الجوطية، وحدا الجوطية عندنا بيع المتلاشيات، عندنا مجموعة من الأمور تما، كاين محلات ديال البلانش العود هذا، وكاين محلات اللي كيبيعو داكشي ديال الكوزينة. من خلال هذا الفيديو هذا غنشوفو العملية ديال تحرير الملك العمومي اللي دارت بواحد الطريقة مميزة، هو أنه كان حوار، كان تواصل، الناس حيدت الامور ديالها بشكل عادي جدا. الامر اللي خلانا نشوفوا هذه الطريقه هذه كتحل وكبرات، لانك انت كتبغي تاخذ شي حاجه هنا في الطريق كتوقف وسط الطريق، واللي بغى يدوز خصو يدخل في الخط المتصل عند اللي حداه. فمن خلال هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا اشنو تغير هنا. وعمليه الهدم البارح، عملية الهدم البارح بقات مستمرة الوقت متأخر من الليل. واش غادي تدوز لنا حتى للسوق؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في فيديوهات جايين ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا السوق اللي خواو التجار ديالو قليل، اللي بقى خدام هنايا في الجنبات ديال الشارع ريتاما يعني زعما شي ناس والله العظيم راه ما كاينش عندهم علاش يحشموا كاع. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان هنايا كتشوفوا تغييرات مهمه في هذه النقطه. هذه الاليات ديال هذا مخدامين هنايا، تغييرات الامور هنا تغييرات الامور، وعمليه الهدم ديال المحلات ديال اصحاب الدجاج، والمحلات اللي كان هنايا ديال اصحاب القصدير. يعني كنشوف واحد الخدمه كبيره كدار بعد ما الناس هزوا السلعه ديالهم وحيدوا الامور اللي حيدوا ديالهم. هنا النقطة اللي حدا دوار الصاد، النقطة اللي حدا دوار الصاد هنايا كان عندنا، هنا بالضبط كان عندنا محلات ديال صحاب الدجاج حتى هما اللي كانوا جيت المارشي القديم. فكما كتشوفوا معنا تغييرات كبيرة غتولي هنايا، فلمالا بين قوسين، لمالا الناس يعطيهم هنا البقاع ولا يعني. راه كنشوفوا مجموعه من النقاط اللي خوات في تمارة، يعني كاين امور اللي هي ممكن تقدر تكون شي مفاجاه. صراحه نتمنوا من الله كل الخير للساكنه ديال مدينه تمارة، واخص بالذكر افراد كيش الودايه. فكما كتشوفوا هنا عمليه تحرير الملك العمومي متواصله، وتغييرات كبيره طرات على هذه البلاصه هذه، ومازال باقي جاي الخير لقدام، مستعملي الطريق هنا الله يجازيكم بخير، ديروا بالكم مع واحد الوليدات صغار كيكونوا في هذا الطريق هذه، ديروا بالكم مع الوليدات الصغار اللي كيكونوا جايين في هذا الطريق هذه. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.